السلام عليكم. نصيحة اليوم يا شباب، ان شاء الله ان في مبدأ من مبادئ التدريب وهو مهم جدا، اسمه لا داعي للتخصص المبكر. بمعنى ايه؟ ما تفرحش ان اللعيب ده بيحقق مستوى كويس في لعبة معينة او في نوع من نشاط معين، او حتى داخل اللعبة ذات نفسها زي السباحة مثلا، ان هو حلو قوي في البريست، فانا اقول اللعيب ده يتخصص بريست وهو لسه ما عندوش، ما كملش 12 سنة او 13 سنة، او مثلا لعيب العاب قوة اقول ده هيلعب 100 متر او هيلعب مثلا 1500 او كلام من ده، او هيمشي او هيجري او كلام من ده، او هلعبه مثلا قفز، هلعبه كذا، اخصصه وهو صغير. لا بلاش اخصصه وهو صغير، ده اهم، ده من اهم المبادئ في علم التدريب او من مبادئ التدريب. بجانب ان ولي الامر برضه ما تفرحش ان ابنك عشان في مرحله بطوله مثلا وهو صغير، ان انا العبه مثلا اقول لا ده اللعيب ده، ابن ده هيلعب دولفين، ده ابن ده هيلعب بريس، ده ابن ده هيلعب كذا. اولا دي على مسؤوليه كامله على المدرب مش على حضرتك او حضرتك. بجانب النقطه الثانيه ان لا داعي للتخصص مبكر، ما تفرضش اللعيب بتاعك، ما تفرضش فيه، انت كده بتفرط فيه، بالتالي هو ده اللي بيخلي اللعيب يحصل له حاجه اسمها اوفرلود، لانك بتحمل عليه حمل زياده. بصوا يا جماعه، العلم قال من 7 ل 11 سنه انا بعلم الولد، بس ده في مرحله الليرنينج، ده التعليم. من 12 ل 15 بيتعلم ثم بيتمرن، من 16 سنه لا ده في مرحله البطوله بقى لازم يبقى بطل، ده بنميه عنده، بمرنه الاول ثم بعلمه، بشوف ايه اللي واقع عنده وبعلمه. عشان كده بالله عليكم راعوا الاطفال الصغيرين، راعوا الشباب الصغيرين او البنات، ان المرحله الصغيره دي مرحله التعليم، ما تفرضش في اللعيب بتاعك، لان انت ما بتفرض فيه هيتحرق بسرعه، هيحصل له حاجه اسمها اوفر لود، فبالتالي هو كده هيبطل بسرعه، انت استنفذت كل طاقته، تمام؟ وفي حاجه اسمها حمل التدريب يا جماعه، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه جدا عن مبادئ التدريب لو حضراتكم عايزين. كل الدعم ليكم والف شكر ليكم.